نفاذ حق الامتياز الا باتمام اجراءات اعداد الوثيقتين وادماجهما معا، ومنه يتضح ان الطبيعه القانونيه لعقد الامتياز بانه عباره عن عقد ادغام ادعان اي قبول للطرف. حقوق والتزامات كل سبب. الحقوق التزامات الحقوق اولا في حريه التنازل عن حق الامتياز لذوي الحقوق ونقل الامتياز للورثه بعد الوفاه. قابلية حق الامتياز للاستخلاف حيث الامتياز مال عقاري قابل للتوريث والحج والرهن. ويخول حق الامتياز وفق هذا القانون حق الرهن لفائدة هيئات القرض خلافا للاحكام العامة للقانون المدني. حرية الاستغلال والاستثمار في اطار دفع الشروط يستفيد صاحب حق الامتياز من استغلال حر الاراضي الفلاحية والأملاك السطحية وعدم الاستغلال يعتبر إخلالا بالالتزام يستوجب الفسخ الانفرادي لعقد الامتياز. التزامات المستثمر يترتب على كل إخلال من المستثمر صاحب حق الامتياز بالتزاماته معاين من طرف محضر قضائي طبقا للقانون إعذاره من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حتى يمتثل لأحكام هذا القانون ودفتر الشروط والالتزامات التعاقدية